ألو، نعم. لا والله، الأستاذ همام لسه ما وصل. مين معي بالله؟ مكتب سيادة الوزير. أهلا وسهلا فيك. ما بعتقد يطول، يعني هذا وقته. طيب أوكي، بتحب بلغه شي بس يوصل؟ ماشي، على عيني. ماشي، يتصل ضروري. أوكي، أهلا وسهلا. صباح الخير غادة. صباح النور. شلون صحتك اليوم؟ تمام. عظيم. تريدوا شيء ثاني استاذ؟ لا شكرا، سلامتك، يعطيك العافية. يا غادة، وصل خبير الصيصان الصيني ولا لسه؟ لا لسه ما وصل، بس بعتقد انه طيارته بتوصل على الساعة 12. مين راح يستقبله بالمطار؟ الأستاذ عبد الحميد. عفوا أستاذ، قبل شوي اتصل. لحظة شوي. ألو عبد الحميد. إيه قلي، أنت راح تستقبل خبير الصيصان الصيني مو هيك؟ طيب وين حجزت له؟ ولك يا اخي ليش باوتيل 5 نجوم؟ ما كان في داعي ابدا، ما كان في داعي تجتهد من عندك. على عيني هذا خبير، بس خبير صيصان هاد، مو خبير زري. ايه طبعا طبعا بدك تلغي له الحجز، الغي له الحجز يا اخي، واحجز له باوتيل نجمتين او ثلاثه، حاجته فظاعه شو بتحبوا البحتره. وينك وينك عبد الحميد؟ اول الخبير ما يوصل خليه يرتاح ساعتين بالاوتيل، وبعدين نزلوا على الهنكارات تبع الصيصان وخليه يفحص كم عينه ويعطينا النتائج، لانه نحن بدنا نعرف ليش الصيصان عم تموت فجاه. كم صوص ما نعم، كم صوص مات امبارح؟ شو الحكي؟ 1000 صوص؟ لا حول ولا قوه الا بالله. على كل حال بسيطه اخي، هي حال الدنيا، ما حدا فيها مخلد. شايفي على شغلي؟ 1000 صوص مات امبارح. يا علي ان شاء الله فعلا شي بيقهر. الو عبد الحميد، بدك شي تاني؟ الله معك، مع السلامه. استاذ اتصلوا فيك. لحظه اذا تريدي. الو غزوان، شو اخبار الجاج عندك؟ منيحه كثير. وينك؟ الله يرضى عليك، نقي لي شي 10 جاجات مهبرين وابعتهم مع سيارة وسائق على بيت حماي. لا بس عندهم عزيمة اليوم. لك لا يا بني آدم، شو تبعتهم بريشون؟ ليش من إمتى كنا ناخد على البيت جاج بريشو؟ انتفن وسلخن وبعدين ابعتهم. ايه بس أوام الله يرضى عليك. صحيح ذكرتني، خبير الجاج الجنوب أفريقي شو أخباره؟ ماشي حاله؟ ايه منيح. وخبير الديوك الدنماركي امتى راح يوصل؟ كمان يومين؟ ايه طيب اوكي. ماشي ماشي ماشي، الله معك، مع السلامة. ايه غادة، كأنه في بتمك حكي. استاذ أنا كنت بدي أقول لك إنه اتصلوا فيك من مكتب سيادة الوزير أكثر من مرة. شو الحكي؟ ليش ما قلت لي من الصبح؟ أنا حاولت أقول لك بس حضرتك كنت عم تحكي على التليفون. طيب بسيطة مو مشكلة. وشو قالوا ليك؟ قال لازم تتصل فيهم أول ما توصل. طيب طلبي لي الوزير بسرعة إذا بتريدي. حاضر أستاذ. ألو مرحبا، مكتب السيد الوزير؟ الأستاذ همام مدير عام مؤسسة الصيصان والفراريج المتحدة بده يحكي معكم. طيب شكرا كثير. أستاذ همام، مكتب سيادة الوزير معك. إيه أستاذ رؤوف، أمور. نعم؟ السيد الوزير طالبني فورا؟ خير إن شاء الله. طيب طيب، أنا جاي. لا لا ما رح أتأخر، مشوار طريق بس. أهلين وسهلين، الله معك. ألو مرقب، جهزوا لي سيارة، أنا طالع بعد ربع ساعة.
شوف يا استاذ همام، انا رح ادخل بالموضوع مباشره بدون اي مقدمات، وبتمنى منك انك تتفهم كل كلمه رح اقول لك اياها. وبصراحه ما رح اخبي عليك شيء ابدا. تفضل. خير لا سمح الله سياده الوزير، ما فهمت عليكم شيء. بدر مني لا سمح الله شيء ما بيعجبكم؟ مو مساله بدر او ما بدر، بس اللغط كتران حواليك الايام. لغط؟ لغط مثل شو؟ بصراحه نحن عم توصلنا تقارير كثير ضدك. تقارير؟ تقارير شو؟ من مين يعني؟ مو المهم تعرف من مين، لانه نحن كمان ما حاولنا نعرف، بس يكون بعلمك انه هالتقارير صادره من عندك، من جوات مؤسستك، والمعلومات اللي فيها خطيره كثير وغير مطمئنه، ونحن رح نحاول نتاكد منها بالايام المقبله ان شاء الله. معلومات خطيره؟ مثل شو يا سيدي؟ يعني اتهامات بالفساد والرشوه، وصفقات عم تتم من تحت الطاولات، وعمولات بالمخفي، وهذا طبعا غير اتهامك بالبيروقراطيه والمحسوبيه. اعوذ بالله يا سيدي، شو هالكلام الخطير هاد؟ صدقني يا استاذ، هالحكي كله ما له اساس من الصحه، وانا باكد لك على هالشيء. اهدى شوي، اهدى، ما في داعي تعصب. العصبيه عمرها ما حلت مشكله. في عندي مثلا تقرير اجاني من يومين وما عليه اي توقيع، بيقول انك المسؤول الوحيد عن وفاة الاف الصيصان بسبب صفقة العلف الفاسدة يلي وقعتها حضرتك. بقى شو قولك؟ يا سيادة الوزير، هاي الصفقة بالذات تمت بمعرفة اللجنة الفنية، وانا دوري فيها مجرد شوف، بالوقت الحاضر انت مالك موضع اتهام، كل ما هنالك اني حبيت الفت نظرك للمعلومات يلي عم توصلنا، ومن هون لنتأكد من صحة المعلومات هي او عدمها يخلق الله ما لا تعلمون. يا سيادة الوزير، ثق تماما انه في ناس عم تحاول تشوش علي باي طريقة، لانها بصراحة غيرانة من نجاحي الباهر بادارة شركة الفراريج والصيصان المتحدة. سيادة الوزير، انا ما رح دافع عن نفسي، بس الارقام هي اللي بتحكي. انا من وقت ما استلمت ادارة هالشركة زاد انتاج الصيصان من 20,000 صوص الى معلش استاذ همام، ما في داعي للحكي هلا. قلت لك انت بالوقت الحاضر مالك موضع اتهام، انا عم بلفت نظرك بس حتى تكون على حذر. عم تفهم علي؟ كون على حذر. العمى على القصة، ما عم صدق اللي صار يا كوثر، ما عم صدق منوب. ولك انا يكتبوا فيي تقارير؟ انا وللوزير بفرد دفشة؟ يعني معقولة المي تمشي من تحتي وانا اخر من يعلم؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. آخ لو أعرف منو هدول التافهين يلي عم يشوشوا علي وطقولي براغي عند الوزير. طيب حبيبي، طالما الوزير بذاته ما كتير مهتم بالموضوع، انت ليش عم تزعج حالك؟ لك التانية شلون بتحكي؟ ومين قالك مهتم؟ شو بيعرفني شو انا عم جيب الحكي من عندي؟ انت اللي قلت لي هذا الحكي. قلت لك عمل حاله ما له مهتم، بس كل حديثه معي اليوم عبارة عن انذار، عن تحذير، وإلا ما كان طلبني لعنده على المكتب. هلأ أنت تأكدت أنه اللي كاتبين هالتقارير من عندك من المؤسسة؟ طبعاً تأكدت، لأنه في معلومات ما حدا بيعرفها إلا ناس من عندي. طيب حبيبي، ليش محتار كل هالقد؟ شوف مين بيكرهك من الموظفين اللي عندك وإله مصلحة يضرك، أكيد بيكون هو اللي عم يرفع التقارير. قال مين بيكرهني؟ قال يمكن 99% من الموظفين بيكرهوني ومتمنين من الله وأعلي شي وعاملعوني. أصبح ما في غير إنك تزرع جواسيس بين الموظفين والعمال اللي عندك، وهن بينقلوا لك كل شيء بينحكى. زارع جواسيس؟ مين قال لك مالي زارع؟ بس ما عم بستفيد منهم شيء. أوف، ليش مالك مستفيد منهم؟ لأنهم صاروا مكشوفين، والموظفين والعمال عم يتجنبوا يحكوا أي شيء قدامهم. همام، كتير أنت بهمك تعرف مين اللي عم يرفع هالتقارير؟ إيه طبعاً بهمني، شلون ما بهمني يعني؟ طيب وإذا عرفت شو رح تتصرف ساعتها؟ لا تخافي علي، كل شيء بوقته الحلو. منيح لك محلولة، عندي إلك فكرة بتطير العقل. وشو هالفكرة بقى؟ حبيبي اسمعني منيح، ما في غير إنك ترش أنبوز قدام اللي عم يعارضوك، وساعتها هني رح يكشفوا حالهم لحالهم. رش أنبوز؟ ما فهمت عليكي. يعني أعطيهم ريق حلو وافتح لهم صدرك وخليهم يطمنوا لك، وشوف بعدين شلون الأمور بتمشي لحالها. برافو عليكي يا كوثر، فعلا خطة رهيبة، خطة ذكية تمام، ورح أبدأ بتنفيذها من بكرة. حتى تعرف قديش مواهبي ضايعة بهالبيت. ليش مين قال لك انها ضايعة؟ تفضلي يا ستي، ها انزلي على السوق واشتري شي قطعة ذهب تليق بمقامك.
ولا قلي خدي ال 50,000 ليرة، تستاهلي أكثر. شو يعني حق الفكرة هدول؟ لا ولو شو حق الفكرة؟ أنت بتستاهلي أكثر من هيك بكثير، هدول هدية بسيطة، عربون محبة. لك يسلم إيديك ويخلي لي إياك يا رب. فهمت الخطة أستاذ فرحان؟ فهمت شو عم أقول لك؟ نعم، فهمت معلم، فعلاً خطة ذكية، بهنيك من كل قلبي. لك يا أخي مو وقت التهاني هلا، روح حضر حالك للاجتماع وركز على الأفكار يلي بدك تحكي فيها. حاضر أستاذ، بس عفواً، أمتى نويت تسوي الاجتماع؟ هلا بعد نص ساعة. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. غادة؟ يا غادة. نعم أستاذ. الله يرضى عليكي، بلغي كل مدراء الأقسام والمهندسين لاجتماع طارئ بعد نص ساعة. أوكي. يعطيك العافية. الحقيقة يا شباب وبدون مقدمات، أنا بعترف أني أخطأت كتير بإدارة الشركة، والاعتراف بالخطأ دائماً يسجل للإنسان فضيلة. هذا من جهة. من جهة تانية، بكل مرحلة من مراحل العمل لابد من أخطاء، وقديماً قالوا من لا يعمل لا يخطئ. بس يا ترى مين فينا يلي رح يتحمل اخطاء المرحله الماضيه؟ مين؟ جاوبوني لشوف مين يلي بيتحمل الخطا. طبعا انا. نعم انا، لا تستغرب، انا بتحمل جزء كبير من الخطا، بس بالمقابل الجزء الآخر بتتحملوا أنتوا. سألوني ليش؟ ليش أستاذ؟ لأنكم طنشتوا، شفتوا بعينكم الغلط وطنشتوا، سكتوا، قلتوا لحالكم شو دخلنا بوجعة الرأس، فخار يكسر بعضه، نحن بنقبض راتبنا آخر الشهر وصلى الله بارك. بس هالشي غلط، غلط كبير، غلط قاتل، غلط جسيم، وليكن بمعلوم الجميع انه مبدأ فخار يكسر بعضه مبدأ سلبي وانهزامي، وعواقبه وخيمة على الصالح العام قبل الخاص، واهم نتيجة من نتائجه انه المسؤول بيرخي بدل، بيتقاعس، بيقول لحاله يلا طالما ما في حدا عم يدقق وكله ماشي فخليني نايم بفراشي، وان شاء الله يطير الهوى شاشي، المهم باخر الشهر اقبض معاشي. بس مبدأ كله ماشي مبدأ غلط، مبدأ هدام. شو هالحكي؟ مبدأ في منتهى الوقاحة والرزالة وقلة الأدب، ونتائجه مضرة بالصالح العام قبل الخاص، أي مضرة. لذلك وحسب ما تقدم، المفروض قبل كل شيء يكون في عندكم غيرة، يكون عندكم غيرة إيجابية على الصالح العام. طيب جاوبوني، في حدا منكم كان غيور على الصالح العام بالمرحلة الماضية؟ في حدا؟ ما في جواب. No comment. معناها ما في حدا. للأسف الشديد. ولعلمكم هالمبدأ هاد مبدأ ما في حدا لحدا، مبدأ انهزامي. تراجعوا يا أخي، غير مسؤول. لأنه بالواقع ضروري يكون في حدا لحدا. بس السؤال الذهبي، مين هالحدا؟ طبعا ما رح تعرفوا تجاوبوا، بس أنا رح جاوبكم. هالحدا هو الإنسان الشجاع الغيور الإيجابي يلي بيوقف بوش المسؤول وبيقول له عندك، وقف عندك، لا تتحرك، don't move, stop. وين رايح بهالعشقة؟ وين انت غلطان وستين غلطان. ولك اشتهيت يا ربي، اشتهيت على ربي مرة واحدة بس يفوت على مكتبي أي واحد منكم ويقول لي انت بهالأمر أخطأت، هذا القرار مو صحيح، هذا التصرف مو سليم، بالعكس كله بيسكت وبيطبطب لي وبيطيب لي. بقى يا جماعة أنا رح قلكن ياها وبالفم والمليان، يلي بيحبني بينتقدني بينقدني، ويلي بيكرهني بيتستر على عيوبي وبيلاقلق لي. وأنا من جهتي رح أفتح قلبي وصدري ومهجتي إلكم، بأنقدوا قد ما فيكم، انقدوا مشان الرسول، انقدوني ببوس إيدكم، عبروا عن آرائكم، قوموا عوجاجي، ما أنا إلا بشر غير معصوم. بس المهم يا جماعة يكون النقد بناء وبيخدم الصالح العام. وأنا من هاللحظة هي، من هلأ رح ساوي لكم 3 مجلات حائطية،
وغير هيك باب النشر مفتوح للكل، للكل دون استثناء. وطبعا كل شيء مسموح نشره، كل شيء، وما في عندي اي محظورات او خطوط حمراء على الاطلاق. طبعا خذوا راحتكم على الاخر، ابرولي اقلامكم، عبولي محابركم، شمروا عن كمامكم واكتبوا، وتاكدوا تماما اني ما راح ازعل ابدا. استهدفوا شخصي، ما في مانع، عملوني الدريئه تبعكم، لا جناح عليكم ولا ما يحزنون. يعني حتى لو رسمتموني كاريكاتير، مطيتوا وشي، كبرتوا كرشي، الفتوا علي اغاني ونكت، ما عندي مشكله وما راح اتعقد من هالموضوع. انا بسترشد بنقدكم، بكبر بنصائحكم، وكل ما ارجوه واتوخى انكم تكونوا هضمتوا مفردات المرحله القادمه، ويلي راح يكون شعارها ايد بايد وكتف بكتف، حتى نبني ونعمر، وحتى يزداد هذا الوطن العربي شموخا وعزه وفخارا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمعي عنوان المقال يلي بدي حطه بجريدة الحائط. تفضل. سوء التخطيط والإدارة أوصل مؤسسة الصيصان والفراريج نحو شفير الهاوية. شو هذا أستاذ بديل؟ كتير متقل العيار. لا لا متقل ولا شيء، مو هيك بده الأستاذ همام؟ إيه ما اختلفنا هيك بده، بس مو لهالدرجة؟ إيه ما حدا حدد لنا الدرجة ولا الهامش اللي ممكن نكتب فيه، بقى بتصور إنه الهامش مفتوح. بعدين ما هو قال بتمه ما عاد في خطوط حمراء؟ بقى شو رأيك بهالعنوان؟ ما بقدر أعطيك رأيي، بس اسمع مني، لا تتحمس كتير ولا تندفع زيادة عن اللزوم. كيف يعني يا غنوة؟ يعني يا أما خفف من حدة مقالك، يا أما إذا أنت ناوي تنزلها مثل ما هي نزلها بدون توقيع. هيك قلتك؟ إيه طبعا. يعني ليش لحتى تنطبش الشربة براسك أنت أول واحد؟ أنا اللي بقصده أنه أنت بس تشوف المناخ العام صار منيح تقدر تنزل باسمك الصريح ومن دون أي خوف. والله يا غنوة عم تحكي عين العقل، معناتها مثل ما قلتي رح نزل هذا المقال مثل ما هو هيك بشريط الحائط بدون اسم احسن. اي وانا هيك رايي. طيب انت مالك مجهزه مقال؟ لكن انا مجهزه مقال كتير كتير قوي وكلياته ارقام وحقائق، بس يعني استنيها للعدد الجاي، اول شيء شوف المناخ العام. يخرب بيتك يخرب بيتك على هالمقال شو سماوي، ولك منين جايب هالحكي ولا؟ إذا بتحب بغيره أستاذ. لا 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 تغيره، بالعكس منيح، يعني كل ما كان المقال قوي الأمور لصالحنا بتمشي، وبهالصورة منخلي غيرك يتشجع ويكتب ويكشف حاله. يعني أستاذ نزل المقال بالعدد الأول؟ ما في مانع نزله، وأوعى تنسى تحط اسمك الثلاثي وبالخط العريض. ها حاضر أستاذ، تأمر شي تاني؟ لا لا سلامتك، انصرف. شكرا. السلام عليكم. ما قلت لي همام كيف ماشي الخطة تبعي؟ ماشي من أحلى ما يكون. يعني كشفت المعارضين اللي عم يرفعوا فيك تقارير عند الوزير؟ لا لسه، بس ولا يهمك، الجماعة على وشك أنهم ينكشفوا. كيف يعني؟ يا ستي مبارح طلع العدد الأول من مجلة الحائط وكان فيه 3 مقالات ضدي، مقال لفرحان وهذا طبعا من جماعتي، ومقالين تانيات مثل السم. ومين كاتبون هدول المقالين؟ ما بعرف، نزلوا بدون أسماء، وعلى ما يظهر خافوا يحطوا أساميهم، بس بتصور بالعدد الثاني رح يحطوا أساميهم، خصوصي لما رح يشوفوا إنه ما حدا حكى مع فرحان. حلو كتير، بس بتعرف شو لازم تعمل هلا؟ لا والله، شو لازم أعمل؟ لازم تكافئ فرحان قدام الكل، ساعتها بيطمنوا وبتشجعوا لك أكتر. برافو عليك يا كوسر، فعلاً إنه عندك عقلية تآمرية فريدة من نوعها. من بعد ما عندكم حبيبي. رايح جيب لك عصير فيمتو. الحقيقة ما بخفيكم أبداً إني كنت سعيد كتير لما قريت العدد الأول من مجلة الحائط، وسعادتي كانت أكبر لما لمست روح الجرأة والصراحة والنقد البناء بهالمقالات، خصوصي المقالة اللي عم تحكي عن سوء الإدارة، مقالة جريئة
مكتوبة بأسلوب نقدي تهكمي لاذع مر ساخر بتذكرنا بتشيكوف وعزيز نسيم، لأنها مكتوبة بلهجة أدبية عالية ومحبوكة حبك وتلامس الواقع ملامسة صادقة وعميقة. بس للأسف الشديد صاحب المقال ما حط اسمه، مو مشكلة، معلش ما حد ما بده ما نجبره. وفي مقال تاني عم يحكي عني وكيف إني عينت 5 من أقربائي بمناصب مهمة بالشركة، وأنا بقول لصاحب هذا المقال إنه كلامه صحيح 100%، وأنا رح أشكل لجنة خاصة لدراسة وضع هؤلاء ويلي بيستاهل منخليه، وإذا كان قرايبي منخليه، معلش ما بتخرب الدنيا، وإذا ما بيستاهل الله معه قلبي داعي لو ما بيلزمنا. وفي مقالة تانية أو تالتة بالأحرى قوية جدا، صدامية صدامية كثير، وعم تتناولني بشكل مباشر، وكاتب المقال ما بخفيكم هو الأستاذ فرحان أبو رملة، فياريت كلها يدخل سفورة للأستاذ فرحان. أستاذ فرحان أنا بتشكرك كثير على هالمقال، وأنا بسبب جرأتك وشجاعتك وموضوعيتك قررت أني أصرف لك مكافأة 2 من الماهية بتاعتك. حيوا معي الأستاذ فرحان الغيور على مصلحة الشركة. الله وكيلك ما صدقت عيوني يا غلو، معقولة؟ معقولة يصرفوا له مكافأة 2؟ شايف؟ والله كسبها الفرحان. أخ أخ شو ندمت لأني ما حطيت اسمي على المقال وما استغليت جو الديمقراطية اللي عم تعيشه الشركة هالأيام. تاري الموضوع مو مثل ما تصورناه أبدا. بصراحة نحن ظلمنا الأستاذ همام بسوء الظن تبعنا. تاري الرجال يعني حابب يشتغل من قرب ورب وبدون عقد، الله يحييه. إيه والله يا بديع، هيك يبدو. يا لطيف يا لطيف، شو اجى على بالي وقف بنص الاجتماع واصرخ بوش الاستاذ وما وقول له انا صاحب المقال اللي انت عم تحكي عنه، بس ما بعرف شو صلي ما بعرف شو صلي وخرست. اي يلا ما صار شيء، ملحوقه. قلتك ملحوقه. بصراحه انا حاليا عم جهز مقال اقوى من الاولاني مشان العدد الجاي. رح تنزل باسمك الحقيقي؟ طبعا. ولو وانا كمان ناويه انزل مقالتي بالعدد الجاي، لانه على ما يبدو المناخ صار مشجع تماما. كيف تحول منزل المدير العام إلى مرآب للسيارات؟ المهندس بديع نادر يا حبيبي وصلت الشغلة لسياراتي كمان. من المسؤول عن حالات الوفيات بين صيصان المؤسسة؟ المهندسة غنوة مغناج. والله كانت مخبأة بتيابها المهندسة غنوة. شايف معلم؟ فعلا هي غنوة ما كان حدا حاذر عنها أبدا. أقارب ومعارف المدير العام ينعمون بفراريج المؤسسة. جمال منتصر، من هو هذا كمان جمال منتصر؟ هذا واحد فني بالمرآب سيدي. ها هذه اللي كان ناقص. والله سجلت الأسماء كلها بالبلاك ليست؟ كلها تسجل سيدي. كم اسم طلع عندك؟ 9 أسماء. ماشي الحال، هات القائمة لشوف. تفضل أستاذ. عفوا شو ناوي تعمل فيهم؟ ما رح أعمل شيء، هدول عم يعارضوني ولازم استوعبهم وحاورهم. كل ما هنالك اني رح اتجنب شرهم فقط. كيف يعني استاذ؟ يعني الكبير فيهم احالة على التقاعد، ويلي ما وصل لسن التقاعد تجميد بالبيت، وبقية الشباب نقل على فروعنا بالمحافظات، وهيك بيرتاحوا وبيريحوا. اخواني احبائي، في اشاعة قوية عم تقول انه حملة التنقلات والإحالة على التقاعد الأخيرة يلي صارت إلها علاقة بالأمور يلي انكتبت بمجلات الحائط. وأنا للتوضيح بقول إنه هالفكرة غلط تماماً، لأنه جدول التنقلات الأخير يلي صار إجاني من فوق، وأنا مالي يد فيه أبداً. وحملة التسريح حملة طبيعية يا أخي، لأنه في زملاء صغار بالسن صار لازم يندعموا وياخدوا فرصتهم. بقى لا تفكروا ابدا انه نحن حاولنا ننتقم من حدا او نسيء لحدا، وهي اكبر دليل على كلامي قدامكم. هاي الاستاذ فرحان اول واحد كتب مقال جريء وناقد بمجله الحائط، واول واحد حط اسمه الصريح على المقال، ويحوي قدامكم لساته ورا مكتبه ما حدش قرب عليه.
لذلك يجب ألا تصغوا للشائعات إطلاقا، وعلينا أن نستمر بالنقد البناء الهادف. ومرة تانية رح قلكن، كرمال الله يلي بيحبني بينقدني. انقدوني يا شباب مشان الله، انقدوني بوز ايدكن، انقدوني، لأن الوطن العربي كما هو معلوم لا يقوم إلا على أكتاف المخلصين من أبنائه، المخلصين الناقدين من أمثالكم. وإنني أقول شو أحلى، ما بدك تشربي قهوتي؟ لا شكراً حبيبي، شربت الصبح. إيه ما قلتي لي شو قررتي بعدين؟ لساتك معتمدة تروحي اليوم على بيروت؟ إيه طبعاً، بدي أنزل جيب شوية تياب، قال منزلين موديلات صيفية بتجنن. إيه شو علي؟ انت مزوقه واللبس بالبالي. على شو عم تدوري؟ عم دور على $2000 اللي اعطيتني اياهم الصبح، ما عم لاقيهم. شو هالحكي؟ ليش وين حطيتيهم؟ هون عالرف. ادوري عليهم منيح، بجوز يكونوا منتورين هون ولا هون. عم دور ما عم لاقي شيء، انا متاكده 100% اني حاطتهم بايدي هون عالرف. اي وين بدهم يروحوا يعني؟ طولي بالك الا ما تلاقيهم. حدا فات على الصالون الصبح؟ لا حبيبي ما حدا فات. متأكدي؟ عصام لا تكون انت اللي اخذته. انا معلش عصام، يا ريت تدور بجيوبك، بجوز داحشن بشي جيبه من جيوبك بدون ما تنتبه، بتصير يعني؟ حاضر يا ستي، ما في شيء. هدول هني؟ ايه هدول هني. شو جابون لجيبتك؟ والله ما بعرف، علمي علمك. بس وينك؟ بجوز بحكم العادة شفتهم محطوطين بالمكتبة ومو لحدا قمت حطيتهم بجيبتي. هلأ هيك انت متعود؟ يعني كل ما بتشوف شغلة قدامك بتتحشى بجيبتك بدون ما تسأل لمين؟ لا حبيبتي مو لهالدرجة، بس بتعرفي لما كنا ولاد صغار كنا نتولدن شوي وناخد شغلات مو قلنا، نوع من الشقاوة يعني. مرة وأنا صغير سرقت، قصدي أخذت الساعة تبع جدي، ساعة ذهب بتمزح العقل، المسكين ضل يومين يدور عليها وما كان يلاقيها. إيه وبعدين؟ بعدين كشفني، قصدي أنا قلت له إنه ساعة معي وإني كنت عم بمزح معه لشوف شو بده يعمل. طيب ما زعل منك؟ ما قال لك شيء؟ لا لا بالعكس، جدي الله يرحمه كان يحبني كتير ما يحبني اليوم، بس مع ذلك فرك لي إذني شوي يعني وسلخني هيك طيارة على الخفيف. الله يرحمك يا جدو. ومرة لطشت، قصدي أخذت سوالة ستي الله يرحمها من دون ما تدرى. كمان المسكينة داخل دوخ وهي دور عليها وأنا ساكت، وإني كنت إلها وين سوارة ما كنت إلها. إيه وبعدين وين لقتها؟ لقيتها تحت فرشتي لأني كنت مخبيها هنيك. إيه اسأل الله هذيك الأيام. إيه حبيبتي بدك شيء قبل ما أروح على شغلي؟ لا سلامتك حبيبي، بتوصيني على شيء من بيروت؟ والله أنت الكريمة ونحن منستاهل. لك إيه مو تكرم عيونك. يلا عيوني خاطرك. الله معك. الله يسلمك. هيا أنسة ساري بتحطي لي إياها بملف Industrial Operations. حاضر أستاذ. شوفي عنا كمان. ايوه هي بتحفظي لي اياها بملف تبع المانيا، مالتي سيستم اوتو سويتشينج. امرك استاذ. وهالعقد هاد خليه قدام عينك الله يرضى عليكي، وبتحفظي لي اياه بجدول كومبليكيتد كيسز. ماشي. هي رح اشير عليه عن نسختين. تفضلي. لسه في شيء انسه؟ لا استاذ يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. بس عدم مؤاخذة استاذ. خير امري في شيء؟ عفوا بس قلمي ضل معكم. شو الحكي؟ ايه والله صحيح. رجعته لجيبتي، بس معلش لا تأخذيني يا ساري، بحكم العادة حطيته بجيبتي. هو ما في شيء من قيمتكم استاذ، وإذا عجبكم مو مشكلة خليه معكم، وصدقني لو ما يكون هدية من رفيقتي ما كنت ذكرتكم فيه. لا 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 معليش يسلموا ايديكي، عندي إلام ذهب كتير. طيب استاذ شو اعتمدتوا من شان الوفد؟ انا موفد انسه سالي، وفد التطوير الاداري تبع الجامعه العربيه.
والله يا سالي رح اطلع انا بنفسي على المطار حتى استقبله. هذا عين العقل استاذ، وانا هيك فكري كمان، لانه مو حلو يطلع حدا غيركم يستقبل وفد مهم. صحيح، وهالوفد بالذات لازم ندلله ونوجبه باكثر مما نستطيع. ولهالسبب عم فكر رافقهم بنفسي حتى بالجولات العاديه والزيارات يلي رح يقوموا فيها، وما رح خليكي ابدا تتلبكي لحالك. مرسي استاذ، انتو طول عمركم صاحبين واجب وبتفهموا بالاصول. عجبتك يا سالي مو هيك؟ طول عمركم بتعجبوني استاذ، وتصرفكم هذا رح يترك انطباع كتير ايجابي عند اعضاء الوفد. وانا هيك عم اقول. بتأمروا شي تاني استاذ؟ لا 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 ابدا، سلامتك، يعطيك العافيه. والله ما انا سالي يلي سالتوني، لو تعرفوا حالي كنتوا تواسوني. يا اهلا وسهلا، مرحبا، شرفتوا. على كل حال انا رح اترككم هلا ساعة ساعتين ثلاثة حتى ترتاحوا شوي، بعدين بنتعشى سوا. يا اهلا وسهلا ومرحبا. انا اسف يا جماعة، لا تاخذوني مشان الله، ارتعبت من سمور الشرطة بحكم العادة. كيف يعني بحكم العادة استاذ؟ يعني من وقت ما كنا صغار بالعمر كنا هيك، يعني مثل ما بيقولوا شاقين الأرض وطالعين مثل الشياطين، أشقياء وعفاريت وما عنا شيء ما بيصير. وبحكم هالشقاوة تبعنا يعني كنا نتولدن شوي ونتصرف أحيانا تصرفات تضطرنا نهرب من الشرطة. يعني بمجرد ما كنا نسمع زمور موتور الشرطة نشمع الخيط ويا إيدكم نفركها ظهري ورجلينا بالهواء تخلي. والمشكلة إنه هالعادة ضلت معي لحد هلا، شو بدي ساوي؟ بسيط أستاذ ولا يهمك، بس بصراحة إحنا ارتعبنا إرادتك وفكرنا إنه صار شيء لا سمح الله. لا ولو هو ما كن حق ترتعبوا، بس تتعودوا علي بكرة، قصدي بتتعودوا على العادة تبعي. يلا يا جماعة بالإذن رح أترككم هلأ ترتاحوا، وألف الحمد لله على السلامة مرة تانية. الله يسلمك. أهلا وسهلا فيك. يلا بالإذن. شو أحلى؟ شايفك مو على بعضك، شو ما انبسطتوا ببيروت؟ لا والله مو كتير. لا ليش؟ بالظاهر ما لقيتوا موديلات حلوة ما هيك؟ امبلا لقينا، ولمعلوماتك في كل موديل أحلى من الثاني، وموديلات بتاخد العقل كله. أصبح وين المشكلة؟ المشكلة إنه ما في مصاري. شو الحكي؟ يعني ما كفوك الـ2000 دولار اللي أعطيتك إياهم؟ ولك أنو 2000 دولار هدول؟ بمجرد ما وصلت لبيروت وأنا عند البياع فتحت الشنطة ما لقيتهم. شو هالحكي؟ يعني ضوعتي الـ2000 دولار؟ شلون بدي ضوعهم يعني؟ كانوا محطوطين بقلب الشنطة وقافلة عليهم بالسحاب. أنت شفتهم شي؟ أنا؟ لكن أنا؟ معقولة يا عصام تعمل معي هيك فصل؟ معقولة تعطيني الـ2000 دولار بإيدك اليمين وترجع تسحبهم مني بإيدك الشمال؟ أنا آسف حبيبتي، الله يلعن الشيطان. بتعرفي أنت إنه هالشي ما بساويه بقصدي، والله العظيم وبقصدي، بس بحكم العادة. وصدقيني إني انقرأت كتير لما رحت على المكتب ولقيت المبلغ بجيبتي. ولك أنا اللي محيرني شغلة واحدة بس، إنه شلون قدرت تسحب مني المبلغ بدون ما حس؟ ما بعرف يعني، بالفعل أنت إيدك خفيفة كتير. شو يعني كنت تشتغل نشتري بزمانك؟ لك لا أنت التاني. شو نشتري؟ خلص أحلام، قلت لك بحكم العادة. تضرب هالعادة شو تقيل الدم. المهم هلا ان شاء الله دبرتي حالك هنيك واشتريتي اللي بدك اياه. اطمن سيدي، دبرت حالي، اتدينت من ام قصي 1000 دولار واشتريت كم غرض. منيح كتير، ليش زعلانه؟ معناها انحلت. هي صحيح انحلت، بس بعد ما خزيتني قدام ام قصي وخلتني اقلب على نصي من خجلي. بسيطة حبيبتي بسيطة، من بكرة الصبح ابعتي لها الـ1000 دولار. شو الشغلة المهمة يعني؟ ولا تنسي انه ام قصي منا وفينا وما بتدقق على هيك شغلات. وين الاولاد؟ ما لي شايفهم. راحوا لبيت ام قصي عم يلعبوا مع اولادها. وامتى بيرجعوا؟ هلا، بدهم شي ساعة. امسكي لكان هي الـ2000 دولار، ابعتي 1000 دولار مع الشوفير لما بيرجع الاولاد. هات لشوف، بس ان شاء الله يضلوا صامدين معي من هون ليوصل الشوفير. لا خلاص، بوعدك اني ما عاد مد ايدي عليهم مرة تانية. قول مرة ثالثة. ثالثة تكرمي. ايه
استاذ شوفي رعبتنا. لا ولا يهمك، ما في شيء منه، انا اسف. شو صار؟ هو ما صار شيء، بس انا ركضت لما سمعت كلمه حرامي بحكم العاده يعني. عفوا استاذ، ليش انت بالعاده بتركض لما بتسمع كلمه حرامي؟ اي طبعا بركض، طبعا بركض لالحق الحرامي وكمشه، مو بركض لاهرب لا سمح الله، لانه القصه وما فيها يعني من وقت ما كنا صغار هيك يعني كنا متعودين مثل ما تقولوا، بس نشوف حرامي راكد وراكده وراها الامم والعالم كنا ناجر مع هالعالم ونركض وراه. صغار كنا متحمسين ومندفعين وما بنفهم شيء. الله يبارك فيك استاذ. ايه اسال الله، اسال الله هذيك الايام. شو رايكم نتابع جولتنا؟ ما في مانع، يا ريت. يا اهلا وسهلا، تفضلوا. شو هالحكي؟ الولدين سقطوا؟ اي نعم سيدي سقطوا، حتى تشوف اخرة الدلال. لما كنت اقول لك يا عصام ما بيصير هيك، لازم تشد عليهم شوي، ما كنت تسمع مني. هلا ضروري كل ولد مدلل عند اهله لازم يسقط بالمدرسه؟ قلت اولاد مدللين ومتفوقين بدراستهم. تعال شو متوي يا اولاد، تعال هاجي لك. لك شو هاك يا كلب؟ الله لا يعطيك عافية على العلامات. لك يخرب بيتك وبيت بيتك، شو دب وتنبل؟ العمى بقلبك على هالنتيجة؟ لك يعني شو كان ناقصك حتى ينعمى على قلبك وتسقط؟ المصروف موجود، الدلال موجود، دروس خصوصي موجودة، سيارة وشوفير عم ياخدوك ويجيبوك على المدرسة وبالأخير بتسقط؟ يقطع عمرك شو كسلان وحمار. انقلع ما خلقتي لجوا، انقلع، خيبت أملي، الله يخيب أملك. تعال شو مت الثاني. نعم بابا. ها جلاب. تفضل بابا. تفضل بابا. ضحريش قلبك شو متلبس انت الثاني. لك ولك يا بابا ما بصير هيك، عيب على حساب انك زكي فهمان وبتلقطع الطاير. يعني معقولة تسقط يا بابا؟ ليش هيك عملت؟ يفضح حريشك. شوف حبيبي، من هلأ ورايح أنت لازم تنتبه منيح لمستقبلك، ولازم تنجح وتسجل بالجامعة بالمستقبل بعلامات ممتازة وتتخرج وتحمل شهادة مشان نرفع راسنا فيك حبيبي. فهمت؟ فهمت بابا. ولا بقى تعيدها مرة تانية حبيبي؟ هو شوف، صحيح رسبت وفشلت هالسنة، بس هذا لا يعني أنه ذهنك مطمس، أعوذ بالله شو الحكي، بالعكس. وقالوا لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. لا بقى ترسب حبيبي، مشاني ايه لا ترسو، عيب مو حلوة. حاضر بابا. خد جلالك. عصام شو هذا اللي عملته؟ شو عملت؟ ما في بالعادة تميز بالمعاملة بين ولد والتاني. بشو ميزت؟ لسامر بهدلته بهدلة الله مولاها، ولعامر عاملته بلطف ونعومه وكانه معامل شيء، مع انه الاثنين راسبين وعلاماته المشرشحه. صحيح، بس عامر عامر فلهوي وحربوه اكثر من سامر. ها وكيف طلع معك هالاكتشاف العظيم بقى؟ ما انتبهتي عليه مو هيك؟ الملعون حط لي 200 ليره جوات الجلاء، وانا بحكم العاده سحبتهم ودحشتهم بجيبتي، واضطريت لهالسبب اني عامله معامله خاصه. شو يعني؟ أخذت رشوة من ابنك؟ شو هالملافز هاي؟ رشوة؟ أحلام الله يخليكي، انتبهي على ملافظك مرة تانية. شو هاد؟ ليش أنا من أمتى كنت أخذ رشاوي من ابني ولا من غير ابني؟ كل ما هنالك أني لما كنت موظف صغير يعني كانوا بعض المراجعين يحطوا لي 50 100 ليرة 500 ليرة جوات المعاملة، حق فنجان قهوة حتى مشيلون ياها، بس مو رشوة. على كل حال، نحن بالمجتمع بشكل عام في عنا قصور واضح وجهل مطبق بفهم معنى الرشوة. الرشوة، نقطتين فوق بعض، هي المبلغ الذي يدفعه صاحب الحاجة للذي عنده الحاجة بهدف قلب الحقائق وجعل الحق باطل والباطل حق. هي هي الرشوة، وكل شيء عدا ذلك لا يعتبر رشوة أبدا. إيه ومنكم نستفيد،
قوم حط لك غدا. بكير شوي، ليش قديش صارت ساعة؟ شو وين ساعتي؟ هلأ كانت بإيدي. الساعة معك؟ ايه والله معك حق. معليش حبيبتي، بحكم العادة نشترت الساعة من إيدك. يعني بتعرفي لما كنا أولاد صغار وشقين الأرض وطالعين، يعني كنا أحياناً نشتر بعضنا، نوع من المزح يعني. ادخيلك أنت وهالمزح سميه. شو طبختي لنا اليوم؟ طبخت لك عسكر وحرامية. شو؟ اوعك أحلام، اوعك تطبخي هالطبخة مرة تانية. ليه؟ من غير ليش؟ بتحسس منها، بشمئز، بشمئنط، بنشلش. العسكر وحرامية قال، لا إلي غيرها مشان الله أحسن. طيب ليش؟ شو السبب؟ ما في سبب يا روحي، هيك بحكم العادة بس. شمالك أنا آسف كثير يا جماعة. خير أستاذ، شو في؟ لا لا ما في شيء، اطمنوا. بس أنا لما سمعت بسيرة الجمارك ركضت بحكم العادة مو أكثر. ليش أنت بالعادة بتهرب من الجمارك أستاذ؟ لا لا، ليش لأهرب؟ ليش وعامل لا سمح الله؟ بس نحنا لما كنا هيك يعني أولاد صغار أحياناً نتسلى ببيع شوية مهربات ونتاجر بالممنوعات لحتى نطالع مصروفنا. وطبعاً كانت دوريات الجمارك تلحقنا من محل لمحل. اسأل الله هديك الأيام قديش كنا مبسوطين وما كان على قلبنا هم. اتفضلوا نتابع جولتنا. اتفضلوا. حمادة وين؟ حمادة تحت الكوبري ويا بهية آية كترتا آية أتشك أتشك. حلوة فظيعة. مرة غنيت وأنا في حفلة عند الجيران، كانت يعني شي فظيع، البلد ما بطلت. ما أسولي، إن شاء الله عجبكم المكان. ممتاز بالحقيقة، هالمكان حلو كتير. أوه بالفعل إطلالة رائعة جدا، مناظر بتاخد العقل. صحيح، بس إذا الواحد وقع من هون ما بيلحق يعطوس. تاخد حالة. حكم العدالة ساري، الله يرضى عليك. مو وقت حكم العدالة هلا، خليهم يحطوا لنا شريط لنوال الزغبي لباسكال مشعلاني. نادي ابني على المتهم عصام. متهم عصام. قولي متهم عصام. شو عاصم بيك؟ في إشاعة كبيرة بالبلد عن تغيير الوزارة. ايه والله يا فايز، سمعت بهالشي. يعني هذا الموضوع مجرد إشاعة ولا فيه هيك ريحة؟ لا مو مجرد إشاعة، لأنه ما في دخان بلا نار. وعلى الأغلب رئيس حكومتنا رح يقدم استقالة الحكومة بهاليومين ثلاثة. شو هالحكي؟ يعني الحكومة طايرة عن جد؟ نعم يا سيدي طايرة. صبحي هات نار أبولك. ومين بده يشكل الوزارة جديدة؟ مو معروف شيء لحد الا. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني الوزاره ما صلى بالحكم سن زمان، عدم المؤاخذه يعني. ايه ما سخن تحتكم؟ انا بالنسبه الي سخن تحتي. بتعرف ليش يا فايز؟ لا والله ليش. لاني كنت مستلم حقيبه بالوزاره الماضيه، يعني هي تاني وزاره بكون عضو فيها. صحيح بالوزاره الماضيه كنت مستلم حقيبه المعارف، وبالوزاره الحاليه كنت مستلم حقيبه الشؤون القرويه، بس على الحالتين بيضل اسمي وزير. وبتعرف انت كلمة وزير مو سهلة ابدا. ايه لا طبعا مو سهلة، بس صدقني انا زعلت عليك لما طلعت الاشاعة، وزعلت اكتر لما اكدت لي انت الاشاعة. وليش لتزعل؟ معاش الزعل. معقول يا عاصم بيك؟ معقول ما ازعل عليك؟ لحنا رفقة عمر يا رجل، يعني المثل بيقول اذا صاحبك بخير انت بخير. ما اختلفنا، بس ليش لحتى تزعل علي؟ شي شلون ما بدي زعل عليك وحضرتك رح تترك الوزارة بعد كم يوم؟ ومين قال لك اني رح اطلع برات الوزارة؟ مو هلأ اكدت لي انه الحكومة رح تستقيل؟ بلى.
واكيد رح يشكل الوزاره حزب من احزاب المعارضه لكم. ايه هذا شيء اكيد. معناته عدم المؤاخذه يعني حضرتك رح تقعد ببيتك بعد كم يوم. مو بالضروره. شلون يعني؟ يعني في احتمال 99% اني اطلع بتشكيل الحكومه الجديده. ليش بتعرفوا اللي بيشكل وزاره جديده؟ لا ما بعرفه، بس مين ما شكلها مو مشكله، اكيد ما رح ينساني. شلون بقى؟ معلش هاي حسابات معقده ببقى بشرح لك اياها بوقت تاني. تاكل مدلوقه؟ عندي مدلوقه طيبه كتير، توصاي شغل الميدان. ايه المنيحه بدها سؤال عاصم بيك، بس لا تنتلق عليها كتير، شي منه ولا كله. يا صبحي. نعم عاصم بيك. هات المدلوقه قوام. حاضر. ما في بالعاده فايز يطول عندك كل هالقد. معك حق، بس غرقنا بالحديث من دون ما نحس. كنا عم نحكي عن الوزاره الجديده. ليش في وزاره جديده؟ ايه على الاغلب في. ايوه والوزاره القديمه رح تستقيل؟ يو وانت رح تستقيل معه؟ ايه طبعا، يعني معقوله هن يستقيلوا وانا ضل جوات الوزاره؟ والله مو خبريه يا شماتة. التهاني خانهم فينا. وليش تشمت التهاني خانهم فينا بقى؟ لأنها كانت رح تموت غيرة لما طلعت أنت بالوزارة وسلموك حقيبة. الله وكيلك لما سمعت الخبر كانت رح تنفلق نصي. لكان اطمن يا نوال، تهاني خانهم ما رح تشمت فينا أبدا. وشو عرفاك؟ لأنه على الأغلب رح يضل معي حقيبة. إيه يعني رح تستقيل وتضل الحقيبة معك؟ ولك يا نوال الحقيبة تعبير مجازي. فكرك لما رح يسلموني الوزارة بيسلموني حقيبة شنتاي؟ عن جد بيسلموني اياها؟ ليكو التانية. لكن شلون رح تضل الحقيبة معك؟ في احتمال كبير اطلع بالتشكيلة الوزارية الجديدة. عن جد؟ يعني في احتمال كبير. اي عاصم انت شو عرفك؟ بناء على التكتيك السياسي اللي انا متبعه والخط المنهجي اللي انا راسمه لمستقبلي وحسب لعبة التوازنات السياسية بالبلد لازم يكون في إلي رجل بالوزارة الجديدة. ما في كلام. إلهي إلهي اسمع منك يا رب. شو عاصم بيك؟ النصبي بيك بده شكل وزارة. إيه والله يا فايز هيك دريت. وعرفت مين طالع فيها؟ عم يقولوا إنه رح تكون وزارة ائتلاف، يعني رح تضم على الأغلب كل القوى السياسية بالبلد. عظيم، شي حلو كتير. إيه حلو ما اختلفنا، بس أنا ما بتوقع تطول كتير. ها وليش بقى؟ هيك حكومات هجينة وعلى مبدأ من كل قطر أغنية ما بتعمر زيادة، لأنه بتكون يا فايز وزارة توازنات مو أكتر، وهالتوازنات هي معرضة بسرعة للاختلال مثلا. يعني خدها بالعقل، شلون حزب الرفاه والبنين بده يحكم البلد مع حزب الأيادي البيضاء؟ وشلون بده يجتمع حزب سوريا اليوم مع حزب سوريا الأمس بحكومة واحدة؟ شلون؟ شلون بده يتفق حزب الرايات الخفاقة مع حزب الطريق الوعر وفي بيناتهم مصنع الحداد؟ شلون فايز؟ معك حق. طيب وحزبكم حزب الحزام الأخضر ما له حصة بالوزارة؟ مبلا رح يعطونا حقيبتين. ويا ترى طالع لك شي حقيبة من الحقيبتين؟ لا طبعاً، لأنه قيادة الحزب عنا ما بترضى. شو يعني؟ طلعت برات الوزارة؟ هو بيني وبينك أنا هالمرة مالي معتمد على حزبنا. لكن على مين معتمد؟ لا تستعجل فايز، بكرة بتعرف كل شيء. أنت شو رأيك يا رامز؟ الحقيقة يا نصبي بيت التوليفة معقولة كتير، وهيك بتكونوا رضيتوا كل الأحزاب والقوى السياسية بالبلد. بس بقيان حقيبة وزارة الشوارع والأزقة هي لم تنطعتوها. والله أنا محتار، وأنت شو رأيك؟ أنا رأيي لازم نرضي الصناعيين والتجار الكبار بالبلد. وأنا هيك عم أقول، وزارة الشوارع والأزقة المفروض نعطيها لوجه صناعي أو رجل أعمال مهم، وبهالحالة منكون حبكناها من كل الأطراف. طيب برأيك لمن نعطيها يا رامز؟ سيدي شو رأيكم بعاصم كهريز؟ عاصم كهريز فكرة معقولة كثير، خصوصا انه عاصم وجه معروف بالبلد
وعنده خبرة سياسية كبيرة باعتباره كان بوزارتين قبل هاي. اتصلي فيه فورا. حاضر الزبيبي. أهلين رامز أفندي، شو أخبارك؟ إيه لا ماشي الحال، عم تدفعش. نعم؟ نظمي بيك بده يشوفني؟ الموضوع مهم كتير؟ إيه ليش لا؟ إمتى ما بيحب أنا جاهز. هلأ دغري؟ معناها الموضوع سخن كتير. طيب ماشي الحال، مشوار الطريق بكون عندكم. الله معك، مع السلامة رامز أفندي. شفتي شلون؟ هاي نظمي بيك طلبني. شو يعني؟ رح يسلموك حقيبة بالوزارة الجديدة؟ أكيد رح يسلموني حقيبة، لكن ليش طالبني؟ أصبح وينك؟ إذا خيرك بين حقيبتين ثلاثة، نقي لك وحدة محرزة، ها؟ مو تستحي؟ يا نوال أنا ما بتفرق معي، المهم استلم حقيبة، المهم يكون إلي بكل وزارة عم تتشكل أصبعها، وما أطلع من المولد بلا حموص. يلا سلام عليك، بيكونوا عم ينطروني. يدبرني. خبرني شو بيصير معك، لا تنسى. إن شاء الله. الله معك، الله يوفقك يا رب. شو يا عاصم بيك؟ اتفقنا؟ يا سيدي اتفقنا. سمعونا الفاتحة لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. شلون دبرت حالك بوزارة الشوارع والأزقة؟ ما بعرف، بالفعل طلعت معلم. شوف يا فايز، السياسة لعبتي المفضلة، ولحتى أقدر ألعبها صح لازم أتقن قواعد اللعبة السياسية بهالبلد. وانت بتعرف كل قواعد اللعبة السياسية؟ طبعا، والدليل هاي تالت وزارة بتتشكل وأنا فيها. فعلا انت الوزير الوحيد اللي كان له نصيب بالوزارات الثلاثة اللي تشكلت. إيه لكان حتى تعرف اني عم بلعب اللعبة صح وماسك كل خيوط اللعبة بإيدي. طيب نورنا عاصم بيك، علمنا على قواعد اللعبة اللي عم تحكي عنها، عسى ولعل ينومنا من الحبجانة. مو مشكلة، معك بتتعلم يا فايز. صباح الخير. صباح الخير. شلونك فايز؟ أهلين أهلين عاصم بيك. خير؟ ما في بالعادة تجي لعندي انت بهالوقت. ليش ما ادري شو صار؟ لا والله خير. حكومة نظمي بيك قدمت استقالتها. شو هالحكي؟ انت هلا سمعت بأخبار السبع وربع؟ العمى، شو هالمفاجأة هاي؟ بالفعل ما كانت محسوبة ابدا يا فايز افندي. ويا ترى كلفوا حدا بتشكيل الوزارة ولا لسه؟ ايه كلفوا سعيد بيك الهامش. سعيد الهامش؟ إيه بس هذا طول عمره عايش على الهامش. بتعرفوا عاصم بيك؟ معرفة سطحية من بعيد لبعيد. اللي لشوف يا فايز أفندي، سمعت شي تاني كمان؟ ما سمعت شي، هذا اللي زاعوا. طيب إشاعات، ما سمعت شي إشاعات؟ يعني اللي بقصده الناس شو عم تحكي؟ عم بيقولوا إنه الحكومة حكومة إصلاح، ومعظم أعضائها رح تكون من التيارات المحافظة بالبلد. صحيح، أكيد هالشي، لأنه سعيد الهامش محسوب على المحافظين. استناني شوي لألبس أوعيي. ليش وين نروح على السرايا؟ لا شو على السرايا، شو بدنا بالسرايا هلا؟ بدنا نروح على الجامع نصلي لنا ركعتين. على الجامع؟ ايه، ما بتحب تصلي بالجامع انت؟ ايه مبلا مبلا. يلا دقيقتين بس ما بطول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اتكلنا عليك يا رب العباد. يا
اتفقنا؟ يا سيدي اتفقنا. إذن سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. يا الله يا الله، يا رب وفقنا لما فيه صلاح هذه الأمة يا رب. اللهم في دراعك. مبروك الوزارة الجديدة يا عاصم بيك. يا سيدي الله يبارك فيك. بدك الصراحة ما توقعتك تطلع بالوزارة الجديدة. وليش بقى؟ يا أخي حسيتك بعيد عن الطبخة. لا يا فايز اوعى تغلط، أنا ما في طبخة بتنطبخ وبكون بعيد عنها. ما اختلفنا، بس مو لدرجة تستلم حقيبة الشؤون الدينية. ليش ما بتلبق لي هيك وزارة؟ لا والله بتلبق لك، بس بدي أعرف شلون شلون عم تزبط معك كل مرة. هاي رابع وزارة بتتشكل وبتضل فيها، يعني حطمت كل الأرقام القياسية. ولا همك، راح أفهمك. اللهم صلي على النبي. هات لشوف. لا لا مو هلا، اليوم المساء على العشاء بنحكي على رواق وبفهمك. طيب ليش مو هلا؟ هلا جايني وفد مشايخ كبير كتير بدهم يباركولي بالوزارة، خليها للمساء أحسن. مثل ما بتكون. صحيح قبل ما انسى، صبحي عنا كمية هيلطية كافية للمساء؟ اي سيدي، هات اشوف، فهمني قواعد اللعبة اللي عم تحكي فيها. تكرم عينك، رح فهمك. أول كل شيء، اللي على أي أساس بيختار الوزير عنا؟ ما بعرف، على أي أساس؟ عندك عدة احتمالات. نعم. يا أما بده يكون محسوب على شي حزب، أو على شي تيار سياسي مهم بهالبلد. هاي فهمناها. يا أما بده يكون وجه اجتماعي بارز وابن عيلة كبيرة بتتعاطى العمل السياسي. وهي كمان فهمناها. يا أما بده يكون له تاريخ سياسي ونضالي مهم، يعني مجاهد كبير، مناضل عتيق، خطيب سياسي لامع، يعني داخل المعترك السياسي على صغار. هاي ببصم لك فيها بالعشرة. وغيره؟ يا أما بده يكون محسوب على شيء قطاع مهم من قطاعات الاقتصاد بالبلد، يعني صناعي بارز، ملاك كبير، مستثمر مهم، أو مسيطر على شيء قطاع حرفي مفصلي. باختصار لازم يكون ابن سوق وصاحب كلمة وتأثير ونفوذ في هذا السوق. هاي ما بنختلف عليها، بس انت شو على أنه محسوب من كل هدول؟ يا سيدي أنا محسوب على الكل، وهي اللعبة اللي عم بلعبها. يعني باختصار أنا رجل التوازنات في هذا البلد، لأني جامع المجد من كل أطرافه، لأني بين السياسيين الكبار سياسي كبير، بين التجار والصناعيين تاجر له كلمة وسطوة، وبين المجاهدين مجاهد وصاحب تاريخ نضالي، وبين الدينيين مفتي، وبين التقدميين طليعي، وبين الرجعيين متزمت. وبالوزارة الأولى أخذوني مشان اسم عائلتي المرموق، وبيت كهريز، بيت سياسي عريق كتير بهالبلد وما بده اثنين يحكوا فيه. ايه طبعاً عاصم بيك. وبالوزارة الثانية أخذوني مشان حزبي، حزب الحزام الأخضر. وبالوزارة الثالثة أخذوني مشان يرضوا قطاع الصناعيين والتجار بهالبلد، لأني طبعاً محسوب عليهم. وبالوزارة الرابعة أخذوني لأني محسوب على رجال الدين الأخيار بهالبلد، ودائما بعمل موالد وجمعات وعظات ببيتي. يعني باختصار انا يا فايز كيف ما لحشني بجي واقف على رجلي. هلا فهمت، فعلا انت داهي وعبقري على الحالة، مستقبلا لازم يكلفوك بتشكيل الحكومة. لا لا لا، الله لا يقدر، الله يبعدني عنا، اصلا انا مستحيل اقبل بهيك شيء. وليش بقى؟
لأنه رئيس الحكومة بيقعد له فترة وبعدين بيمشي، وأنا ما بدي استلم هيك منصب سنة سنتين زمان وبعدين أقعد ببيتي، ما بدي. خليني وزير دائم بهالوزارات المتعاقبة أحسن لي، يعني حقيبة دائمة بالإيد أحسن من 20 حقيبة على الشجرة يا فايز. بهيرة افتحي الباب. أكيد هذا فايز. يوه، وشو عرفك إنه فايز؟ ولو يا نوال، أكيد فايز سمع استقالة الوزارة وجاي يخبرني. إيه طيب، لأقوم حضر الفطور أنا لك. إيه بيكون أحسن. صباح الخير. صباحك عربي بصلاح النبي. كسر السفرة؟ هلا مو وقت كسر السفرة يا عصام. كسرها سوا. قال لي لشوف، سمعت الأخبار؟ إيه سمعتها. قصدك خبر استقالة الوزارة ما هين؟ ليش في غيره؟ سمعته وعود. شو عاصم بيك؟ شايف مبرد قلبك كثير. شو بدك ياني أعمل يعني؟ هلا أنت دريت مين حيشكل وزارة جديدة؟ إيه دريت؟ جماعة التأميم والإصلاح الاجتماعي. ايه مزبوط، بس هدول ما بيطلع لك تفت خبز بصحنه. ليش بقى يا فايز؟ اشو ليش بقى؟ انت من سابع المستحيلات تقدر تدبر حالك معه. ليش؟ شو المانع؟ اسمع يا رفيق فايز، انا قلت لك من زمان انه ما في طبخة بتنطبخ الا لازم يكون الي اصبع فيها، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. شو رح تعمل هلا؟ بسيطة، رح امم حالي يا رفيق فايز. نعم؟ شو ما فهمت شو رح تعمل؟ يا سيدي رح اكتب المعمل يلي عندي باسم العمال، ورح وزع الاراضي يلي عندي على الفلاحين. شو بدون اكتر من هيك؟ اصلا انا من طول عمري تقدمي وطليعي وبحارب الفكر الاقطاعي والرأسمالي والرجعي والامبريالي. حاجتنا رجعية بقى، كفاها الله حاجة. بس بهالطريقة رح تضحي باموالك. بجوز، بس شو اقولكن؟ الكرسي بيجيب المال ولا المال بيجيب الكرسي؟ اصفنوا فيها شوي، اصفنوا على مهلكم، مالي مستعجل. عروة يلا حبيبي تعا، عم استناك. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، 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 الأرض بتتكلم عربي، تقول الله إن الفجر لم ينص الله. الأرض بتتكلم عربي. صباح خير تمارا. صباح النور. على شو عم تدور حبيبي؟ على شفرات الحلاقة اللي اشتريتهم مبارح. في شفرات على المغسلة؟ صحيح، بس الشفرات اللي كانوا على المغسلة كسرتهم وكبيتهم بالزبالة. يو ليش كبيتهم؟ شو الظاهر ما عم بينعموا مني؟ بالعكس، هدول 3 شفرات بشفرة واحدة، يعني بيعطوكي أنعم دقن وشعور دائم بالانتعاش، بس أنا كبيتهم لأنه صناعة أمريكية. وشو جبت بداله؟ جبت شفرات بلجيكية، لأنه يا تمارا مواقف بلجيكا كانت مشرفة كتير بالنسبة للقضية العربية، بقى أقل منها نحلق بشفرات بلجيكية. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي. ها لقيتهم، رح احلق دقني بالشفرات البلجيكية. يا سيدي نعيما سلفا. يا ستي الله ينعم عليكي. شو عم تشربي؟ شو بدي اشرب يعني؟ قهوة. قهوة شو؟ قهوة امريكية نسكافيه. الله يصلحك ويهديكي على هالعملة يا تمارا، ما قلتلك لازم تقاطعي البضائع الامريكية؟ قلتلي
بس هذا الظرف عنا من زمان. ولو كان فورا بتلحشي بزبالة وبترجع إلى القهوة التركية. بس أنا مالي متعودة على القهوة التركي. ولك يا حبيبتي يا تمارا ما في شيء اسمه مو متعودة، بدك تتعودي. اشربي أي شيء، عصير، حليب، حليب ندى مثلا. ماشي الحال، رح اشرب هالفنجان وبعدين بقلب على التركي. لا لا، شو تشربي هالفنجان؟ ولا بتشربي ولا شفي. وهي الفنجان ما أحلانا والله، عند آخر الزمن عم نشرب قهوة أمريكية، ما أحلانا. يعني فنجان النسكافيه تبعي رح يهز الاقتصاد الأمريكي؟ طبعاً لحاله ما بيأثر، بس فنجان فوق فنجان بيجمعوا. وإذا ما سكرت معامل القهوة بأمريكا وقعدوا أصحابها يكشوا دبان ويخصوا عجول، ما بيكون اسمي عروة الأصيل. وبكرة بتشوفي الأرض بتتكلم عربي. الأرض الأرض جاي ظلام الليل يبعدنا يوم، إنما يفضل شعاع النور يوصل لأبعد السماء. جاي ظلام الليل يبعدنا يوم، إنما يفضل شعاع النور يوصل لأبعد السماء. محتاج العدل القوة. أنا شنت لعمة شو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تمارا، يا تمارا، تمارا. خير شوفي ليش عم تصري؟ شو جاب معجون هالسنان لهون؟ هذا شذا بنتك جابته. وبنتك شذا بسلامة قدرها، ما عادت تعرف تفرشي سنانها إلا بمعجون أمريكي. قلت لها هالحكي، قال هي متعودة عليه. ولك حاجة بقى تقليلي متعودين؟ فقست بتمكن هالكلمة؟ القائمة اللي عطيتكن ياها لازم تلتزموا فيها بالحرف، وما بدي حدا يخالفها ولا بشكل. بعدين تعي لقلك انت وبنتك، شبه معجون اسنان الوطني؟ شبه؟ هلأ ما عاد يسوى؟ قلت لها هالحكي لشذا، بس قال ريحة المعجون الاسنان الوطني مو حلوة. ها؟ مو حلوة؟ يعني ريحة أمريكا أحلى. ولك على القليل هالمعجون هاد في ريحة الوطن، ريحة التراب الوطن، أعشاب الوطن، ولك ريحة عرق عمال الوطن. اتفضلي لكان حتى تنبسطي انت وبنتك. ها؟ النوع من الشفرات عم تنتع تنتيع. الله وكيلك عم يتنتف معي شعر تنتيف، صار الدقني مثل جلد الدجاجة المسلوخة. شفت شلون هدنك الشفرات أحسن؟ يعني لو حلقت دقنك في يوم ما كانت تنجرحت. إيه معلش يا ستي، خليها تنجرح ما في مشكلة أبدا. شو يعني نزل لي كم نقطة دم؟ شو قيمة هالكم نقطة دم قدام أنهار الدماء يلي عم تسيل بفلسطين الحبيبة وبالضفة وبجنين وبيت لحم؟ يلا أنا نازل على الشغل، بدك شيء؟ لا سلامتك حبيبي. صحيح شو بدنا نتغدى اليوم؟ والله إذا بدك توفري اعملي معكرونة بلبن. بصراحة أنا اليوم مو جاي على بالي أطبخ، حاسة حالي تعبانة شوي. إيه معلش روحي، شو عليه؟ ريحي حالك وأريد الطبخ إن شاء الله. أنا رح أوصيلك على أكل جاهز من السوق ولا يهمك. على شو بتحبي أوصيلك حبيبتي؟ يلي بدك يا، يعني شغلة خفيفة، يا ستيك يا همبرجر يا هوت دوغ. لا حبيبتي لا، لا هاد ولا هاد. من اليوم ورايح بدك تنسخي لي الستيك والهامبرجر والهضق من خاموس حياتك، بدك تنسخيهم بالمرة. لكن شو بدنا نتغدى؟ يا ستي رح أوصيلك على حراق بأصبعه أو كبة لبنية أو لحمة بالصحن، يعني المهم أكلة هيك تراثية وطنية. مثل ما بدك. وبالنسبة للسلطة شو رح تجيبها؟ ها يا ستي رح اجيب لك سلطة أرمنية أو روسية، لأن روسيا من طول عمرها قلبها معنا، وهي يلي وصلتنا لهون، وفي أواصر صداقة متينة بيننا وبينها، بقى مو غلط أبدا إذا أكلنا سلطة روسية. شو علي؟ يلا أنا رح ألبس، بدك شي؟ الله معك. يلا
صباح الخير استاذ. صباح الخيرات. حدا سأل عني شيء؟ لا ابدا استاذ، ما حدا سأل. اصبح وصيلي على فنجان قهوه وسط الله يرضى عليكي. بس قهوه عربيه ها، او تركيش كافي، ما في مانع. تكرم عينك استاذ. شكرا. شامم ريحة معادية يا نسرين. كيف يعني استاذ؟ بصراحة شامم ريحة برفان أمريكي. برفان أمريكي؟ ورجيني أنينة البرفان اللي عم تستعمليها لو سمحتي. تفضل، هاي هي استاذ. يا حيف عليك يا نسرين يا حيف. كل شي توقعته منك إلا أنك تبخي برفان أمريكي على جسمك العربي. لك أنت ما عم تشوفي تلفزيون؟ أنت ما عم تشوفي شو عم يصير من ارتكابات ظالمة بحق شعبنا بالضفة والقطاع ومناطق السلطة؟ ما عم تلاحظي الانحياز التام بالموقف الأمريكي لصالح الأعداء؟ بتعرفي أنه بخة هالعطر هي يلي بخيتيها على جسمك ممكن تتحول لبخة رصاص على أطفالنا الأبرياء؟ بتعرفي هالشي ولا ما بتعرفي؟ صدقني ما كان خاطر هالشي ببالي استاذ، وانا كثير اسفه استاذ. بالحقيقه هي اجتني هديه، والا ما كنت استعملتها. حتى ولو كانت هديه مو لازم تستعمليها منوب، كان لازم تكبيها بالزباله، لانه اذا نحن ما استعملنا العطورات والديودورانات والمكياجات الامريكيه فاكيد رح تسكر معامل المكياج بامريكا. يا ستي واذا ما سكرت رح تخسر مليارات الدولارات، مزبوط ولا لا؟ اكيد استاذ. اصبح يلا رجعي على شغلك ولا بقى تتلقي من اي انسان اي هديه مشبوهه بيكون افضل. هذا استاذ. منتصب القامه امشي، مرفوع الهامه امشي، في كفي قصفه زيتون وعلى كتفي نعشي، وانا امشي وانا امشي وانا امشي. يعني كان ضروري يسفقني كل هالمحاضره مشان فخه برفان. ايه ها ها ها. أستاذ عروة الدراسة صارت جاهزة. أنا دراسة؟ الدراسة اللي طلبت مني عن تطوير خط الإنتاج. هلأ اتركني من تطوير خط الإنتاج لاحقين عليه. قلي لشوف منين هالتيشيرت اللي لابسه أنت؟ من البالي أستاذ. وليش عم تشتري أوعيك من البالي بقى؟ الشغلة معروفة أستاذ، لأنه أرخص. يعني بصراحة أنا ما عندي قدرة أني أشتري من السوق جديد، هذا هو الواقع. وما انتبهت أنه مرسوم على التيشيرت علم أمريكي؟ بصراحة أستاذ ما انتبهت. ما بصير يا أخي ما تنتبه، ما بصير منوب. يعني بهالمنعطف التاريخي الكبير يلي عم تمر فيه أمتنا لازم تنتبه لكل شيء. مو عيب عليك تلبس قميص أمريكي والشارع العربي كله من المحيط إلى الخليج منتفض بوش السياسة الأمريكية؟ لك شو أنت؟ مو جاي من الشارع؟ لك مو من الشارع جاي أنت؟ جاوبني. بلا أستاذ أنا طول عمري من الشارع. اشلح هالقميص لكان بسرعة، اشلحه، لازم تكفر عن غلطتك شو ما كانت النتائج. هلأ بدي اشلحه؟ ايه طبعاً هلأ، لكان ايمتى؟ طب وشو بدي البس؟ شو بيعرفني، هاي مشكلتك مو مشكلتي، يلا اشلح عوام. أنا نسرين، اطلبي لي كل الموظفين لاجتماع عاجل بالساحة العامة. المناسبة تعبير عن غضبنا ورفضنا لسياسة القطب الواحد. ايه واتصلي كمان بالمكتب الصحفي خليه يأمن التغطية الصحفية للحدث وبسرعة إذا سمحتي. نعم نعم بدي كل شيء يكون جاهز خلال ساعة. بالكثير. الله معك. الموت لأعداء السلام. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض، الأرض بتتكلم عربي، الأرض.
الله وكيلك يا تمارا، تحول الاجتماع لتظاهرة عنيفة من الغضب والاحتجاج والاستنكار. ايه شو يعني؟ شو اجاكم من هالشغلة؟ لك التانية قال شو اجانا. مرحبا. اهلين. اهلين بابا، شو شايفك لابسة؟ لوين يا مهوين؟ رايحة على الدورة بابا. انو دورة؟ دورة الانجليزي. ليش لساتك مسجلة بالمدرسة الامريكية؟ ايه طبعا، وين بدي سجل لك؟ ما بيصير هالحكي يا شزا، ما بيصير. شو وين عايشة انت بابا؟ المفروض تنسحبي فورا من هالمدرسة المشبوهة، فورا وبدون تردد. طيب ليش؟ شو السبب؟ قال شو السبب قال؟ ولك الشارع العربي كله عم يقاطع البضائع الأمريكية، ونحن مو لازم نكون نشاز بين هالغالبية المتراصة. ما بقلك لا، بس هي يا بابا لغة مو بضاعة، يعني صعب كتير نقاطعها، خصوصي إنه اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى بالعالم. أنت عيني، اتعلمي إنجليزي، ما حدا عم يقلك لا، بس مو ضروري نتعلم بمدارسهم. بس مدارسهم هي الأفضل لتعليم اللغة، يعني بصراحة ما في قدامي غير المدرسة الأمريكية أو المدرسة البريطانية. ولك حبيبتي ما بدنا لا هي ولا هي، لأنه كمان السياسة البريطانية إدنا بالسياسة الأمريكية، هيك قلك يعني؟ طيب افترض أني سحبت من الدورة، وين بدي سجل؟ وين مكان بابا، وين مكان؟ قلت معاهد لغات عنا بالبلد، عندك مثلا دار اللغات الحية والسبع تلسون، عندك دار كيف ترطون. بس هاي المعاهد اللي عم تحكي عنها مو بمستوى المعاهد الأجنبية، بعدين بصراحة جو العام ما بيعجبني. خلصنا بقى عروة، ترك البنت على راحتها، ضروري تحرمها من تعلم اللغة. ومين قال لك عم بحرمها؟ أنا ما عم بحرمها، بس لازم تاخذ موقف جاد من القضايا الساخنة مثل كل هالشارع العربي. وبالنسبة لموضوع اللغة مو مشكلة، محلولة. ما فهمت عليك بابا، شلون محلولة؟ يعني اتعلم اللغة بلا معهد؟ شو علي؟ وانت يلي قلتي؟ جيبي كتب من المكتبة وتعلمي، مثلا عندك كتاب تعلم الإنجليزية في 5 أيام بدون معلم، وعندك سلاسل تعليمية مهمة كتير مسجلة على أشرطة كاسيت Simplified Specially for Arab Students. بس لا تنسى انه هالسلاسل هي كمان أصلا إنجليزي أو أمريكي. طيب يا ستي، جيبي سيديهات كمبيوتر. كمان سيديهات جاية من هنيك. شو الحكي؟ عم تجي من هني؟ لا هي فعلا مشكلة ما حسبنا حسابها. العمى على الورطة. يعني شلون بدنا نتعلم لغتهم ونقاطعهم بنفس الوقت؟ والله شي بحير. تمارا اهلين عروة، شبك فايت ملهوات؟ هاتي البشارة يا تمارا. خير ان شاء الله. شو في؟ اجت موافقة الفيزا. انو فيزا؟ لك الفيزا تبع امريكا. عروة ما فهمت علي. بسيطة رح فهمك، لاني بصراحة ما خبرتك من الاول مشان اعملك اياها مفاجأة. يا ستي قبل 11 سبتمبر يعني من حوالي 8 شهور قدمت لك ورائك على السفارة الأمريكية مع طلب فيزا، وهلأ اتصلوا فيني وقالوا لي إنهم قبل الطلب وعطوني الفيزا. بألف مبروك يا حبيبتي، صدقيني الدنيا كلياتها مو وسعانتني من الفرحة صدقيني. بس أنا ما طلبت منك فيزا على أمريكا، ولا بحياتي فكرت سافر على أمريكا، لا قبل 11 سبتمبر ولا بعده. أصلا شو بدي روح ساوي هونيك؟ لا يا تمارا لا، شو هاد؟ لا تغلطي، انت لازم تروحي تولدي هنيك بامريكا. يو وليش حتى اولد بامريكا؟ شو السبب؟ قال شو السبب قال؟ ولك حتى المولود ياخذ الجنسيه الامريكيه دغري. وليش حتى ياخذ الجنسيه الامريكيه؟ شو لك ليك الغشيمه ليكو؟ ولك حدا بيصح له ياخذ الجنسيه الامريكيه وبيقول لا تمارا؟ لا، وبما انه المولود صبي رح نسميه بدال وليد ويليام. إيه؟ انا من زمان حابب اسالك سؤال، بس بتمنى تجاوبني عليه بصراحه الاخ والصديق، مو جواب دبلوماسي. ليش لهالدرجه سؤالك حساس؟ مو مساله حساس، المساله ملاحظ انا انه انت زودتها كثيرها. اوف، وبشو زودتها بقى؟ يلي بقصده انت لأيمتى بدك تضل مضرب على الزواج؟ يعني لا تأخذني بهالكلمة، انت كبرت كتير بالعمر، يعني ختيرت
وانا خايف عليك تكسد وما تلاقي بنت الحلال اللي ترضى فيك وتقعد بالبيت مثل العانس البايرة. يا سيدي بالناقص، يعني فكرك كتير منتف خدودي على هالشغلة. بعدين انت ليش حامل همي كل هالقد؟ ولك يا خليل انا عم بحكي من شان مصلحتك، من شان تتجوز وتنضب. انضب؟ اشو شايفني فلتان بالشوارع؟ مو هاد القصد، بس الزواج له منافع كتيرة. هلأ ما بدي افهم ليش بدك تورطني؟ يعني ضروري اذا تورطت انت اتورط مثلك؟ اصلا لا غرابة في الموضوع، هيك طبعكم انتم عشر متجوزين بتغاروا من العزابية وحريتهم الزايدة وحياتهم الهنية. اما انتو يا حرام اذا بدكم تطلعوا مشوار مع رفيقكم بتوقفوا مثل التلميذ المهذب قدام نسوانكم. روحي بتسمحي لي روح مشوار مع رفيقي؟ ما بطول والله ما بطول، بكره فنجان القهوة وبنحكي كلمتين وبجي ركيد على البيت. بتقوم هي بتنفلت مثل الأباوي، لا حبيبي لا، ما في لا روحة ولا جاية، ما أحلاك والله قاعد عم تتكركر مع رفيقك وتاركني وحدي بين أربع حيطان، عود ما في طلعة، سعرك بسعري. هلا هيك النسوان بتعمل مع رجالة؟ طبعاً، ليش رفيقنا ماجد مو هيك مرته بتعمل معه؟ إيه بجوز، بس مو معناتها هالشي إنه كل النسوان هيك. رح أعطيك مثل، أنا مرتي. ولك حبيبي هلا أنت شو بدك مني؟ فهمني، اللي بالمختصر حتى جاوبها. أنا بدي منك تتجوز وتستقر وتبني أسرة. يعني كأنك عم تقلي بدي منك تتخوزق وتتشنطط وتتأسف على الساعة اللي فتت فيها على القفص. سامع؟ على القفص. الناس سموا الجواز قفص. إيه صحيح، بس اسمه قفص ذهبي. إن شاء الله يكون ذهبي ولا ألماسي ولا بلاتيني، اسمه قفص. يعني شو بتفرق مع السجين إذا كانت الكلبشات بإيديه ورجليه مصنوعة من الفضة ولا من النحاس ولا من الحديد؟ أو شو بتفرق مع المتهم إذا المخابرات عم ترفع فلقة بأجود أنواع الخيزرانات؟ لك هلأ أنت ليش عم تشعب الموضوع؟ خلينا بقصة الزواج ولا تتهرب من المسؤولية، خليك رجال. ولو يا ناصح أنا سيد رجال، بس ما بعرف بالإضافة لكل ما ذكرت ما في شي عم يعبي مخي، منوب منوب منوب. هلا كل هالبنات يلي حولنا وحوالينا ما في ولا وحده عبت مخك؟ ايش بدي اسوي؟ هذا هو الواقع. طيب ممكن تقلي شو هالمواصفات الاستثنائيه يلي طالبها ببنت الحلال وما عم بتلاقيها؟ ما في لا مواصفات استثنائيه ولا شيء، بس التيب يلي عم دور عليه ما عم لاقيه هون، ما عم بجتمع فيه ولا بشكل. كيف يعني؟ لك يا حبيبي مثل ما بتعرف انت انا درست ببلاد برا باوروبا وقضيت هنيك أكثر من 10 سنين، وما بخفيك إنه أفكاري تطورت وصارت غربية. يعني تعودت على الحرية، على الصراحة، على الانفتاح، على التفكير العلمي، على السلوك المنطقي. وللأسف كل البنات والنسوان يلي عم نشوفها هون عبارة عن بؤر من التخلف وكتل متحركة من الجهل والسذاجة والسطحية. أي لا، مو لهالدرجة أنت التاني. هلأ كل بنات البلد هيك؟ مو الكل، أكيد مو الكل، أنا عم بحكي عن نماذج اللي شفتها وتعاملت معها. أما البنات الأجنبيات لك تسلم لعينهم تسلم، أكره عليهم الكذب واللوفكة وروح قلبهم الصراحة والاستقامة والحرية والأمانة. ولك صادقين صادقين حتى ولو الصدق بده يوقعهم بورطات بيصدقوا. طالما أفكارك متطرفة لهالدرجة ليش ما تجوزت وحدة أجنبية؟ إيه أنا بعرف، أصلاً هي أكبر غلطة ارتكبتها بحياتي. إيه الله يرحم أيامك يا باولا ويوجه لك الخير يا حبيبتي. مين هاي باولا؟ بنت تعرفت عليها هنيك. بس شو بنت يا ناصح؟ بتاخد ضمانات العقل، لك مكملة مكملة من جميعه. الله وكيلك حبينا بعضنا أكثر من 3 سنين ونحن مثل السمنة على العسل. ولما جينا نتجوز أهلي هون طار صوابهم وعندوا وما كانوا يقبلوا الفكرة ولا بشكل. وأبي الله يرحم ترابه أفعت معه فرتق فيعه وقال لي قسما بالله يا خليل إذا بتجيب معك وحدة فرنجية لا أنت ابني ولا أنا بعرفك. قلت له بابا بس باولا بتختلف عن ال... قال لي بلا باولا بلا ضراب السخن وسبق. أي والله سبق سبق لباولا، قال لي ضربة تمسع رقبتها مصعب. طيب يعني إذا ما زبطت زواجتك من باولا ضروري تضرب عن الزواج إلى الأبد؟ أنا مالي مضرب عن الزواج، بس لاقيلي وحدة مثل باولا لحتى أتجوزها فورا. يا سيدي موجودة. شو هالحكي؟ عن جد عم تحكي يا ناصح؟ وحياتك عن جد. ومين وهي بقى؟ كونداليزا. ومين وهي كونداليزا؟
ليكون كونداليزا رايس. لك مين جاب سيرة كونداليزا رايس؟ أنا عم بحكي عن كونداليزا اللي بتشتغل مستشارة عنا بالدائرة الفنية. إيه صحيح، لمحتها مرتين ثلاثة، بس ما في معرفة بيني وبينها. يا سيدي هي حفر وتنزيل إلها، لأنه أولاً أجنبية وأمريكية، يعني ستايل غربي 100%، وصار لها 5 سنين بالبلد، يعني تعودت على مجتمعنا وتأقلمت معه، وما بتصور إطلاقاً تعذبك بشي. والله الفكرة معقولة يا ناصح، لك شلون ما خطرت على بالي؟ لا وغير هي البنت ما بها شيها، يعني حلوة على هوا ما لاحظت، وبتصور والله أعلم إنه هالنماذج هي تشتغل معي، تشتغل. بس يا ترى هي تقبل فيني يا ترى؟ وليش لحتى ما تقبل؟ أنت ترك الشغلة علي وما علي، أصلاً هي حابة تتجوز واحد منهم. كونداليزا هيك قالت لك؟ إيه نعم. طيب شو السبب؟ ليش بدها تتجوز واحد شرقي؟ لك أخي هي بنت مثقفة وعقلها كبير كتير، والأجانب تفكيرهم غير تفكيرنا، هي يمكن بدها تتجوز واحد شرقي؟ لأنه نحن فجعانين نسوان مو هيك؟ لك لا، بس هي بدها تتجوز واحد شرقي من شان التقاء الشرق مع الغرب وتدعيم حوار الحضارات. شايف شايف؟ شايف على هالأفكار العظيمة يا ناصح؟ ولك أجنبية هي حبيبي، أجنبية مو شرقية، هات إيدك والحقني. هاي العقلية اللي عم دور عليها أنا وما كنت لاقيها، هاي بقى إيدي بزنارك يا ناصح، إيدي على راسك. شفت لي شي وحدة من بلدنا بتحكي بحوار الحضارات أو بتنادي بالعولمة؟ بالعكس كلهم أخذين الشغلة هيلمة. لك هو في كتير بس أنت ما عم تشوف. كونداليزا، it is not very difficult to learn perfect Arabic. Yes. One must have confidence and not be afraid. شفت يا استاذ؟ شو في عندك شيء بارد؟ في عنا عصير فريش، بردقان، ليمون، تفاح. شو هالجوهان؟ بدي سوفت درينك فاخر. مثل شو استاذ؟ يعني ما عندكم جامايكا، بلادي ميري، تيكيلا، زنجارا، جنفيز؟ موجود استاذ، كله موجود. بس بدون كحول ها؟ حاضر استاذ. أصبح جيب لنا 2 جامايكا لو سمحت. على عيني استاذ. تمرش تاني؟ لا 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 سلامتك. بقى شو كنا عم نقول؟ أيوة الحقيقة أنا يا ميس كونداليزا من الناس المؤمنين بضرورة لقاء وتلاقي الحضارات، meeting together، ومن أشد الدعاة للحوار بين الشرق والغرب، dialogue between east and west. ريلي خليل؟ Of course. ومو بس هيك، أنا عندي نظرية متكاملة، Integrated Theory، حول ردم الهوة بين دول الشمال المتحضر Developed Northern Nations، وبين دول الجنوب المتخلف Undeveloped Rudimentary Southern Nations. أوه مستر خليل، أفكارك very important. الله يخليكي. هو بصراحة راح تكوني very surprised لما بتتعرفي علي أكثر. I'm sure. عندي إحساس بهالشي، وما بعرف ليش أول ما شفتك حسيت إنك very different عن كل البيبول يلي عرفتهم. كونداليزا، I have the same feeling. You are the person who I need. Believe me. كونداليزا، I would like, I should, I desire, I wish, I hope. كونداليزا تتجوزيني؟ طمني، شو كان جوابها؟ قال بدها فرصة حتى تفكر بالموضوع. يعني إمتى ممكن تردلك جواب؟ يعني شغلت كم يوم مو أكتر. يعني ممكن توافق ولا لا؟ لك طبعاً أكيد رح توافق، والوضع شبه منتهي. طالما الموضوع منتهي ليش أخذت فرصة لكان؟ ولك أخي في أمور بتشترك فيها كل نساء العالم، بالشرق والغرب والشمال والجنوب، حركات نسوان يعني. إذا كان هيك معلش. شو كونداليزا؟
طمنيني، فكرتي بالموضوع؟ اوف كورس. وشو النتيجة؟ اتس اوكي. اوكي؟ يا سلام عليك يا كوندليزا، هذا أحلى خبر بسمعه بحياتي. قومي لقلك، قومي. لوين؟ بدنا نشتري المحابس. محابس؟ شو هاي المحابس؟ قصدي خواتم الخطبة. ناو؟ ايه ناو؟ هاي الشغلة بالذات مو لازم تتأجل أبداً كوندليزا. يلا يلا قومي لقلك قومي، لأنه في عنا مثل عربي بيقول دق الحديد وهو حامي. ما فهمتي ما هيك؟ يعني شو بدي قلك الإنجليزي؟ Strike the iron while it's hot. أوكي، as you like. قومي لقلك قومي. معقولة ما رح تعملوا عرس؟ شو عرس ومرس انت التاني؟ انا وكوندليزا ما منآمن بهالطقوس ابدا، يعني باختصار رح نعمل بارتي صغير للاصدقاء وخلصت القصة. يا سيدي الله يوفق، بس امتى العرس؟ عفوا عفوا، امتى البارتي؟ على الاغلب يوم الخميس الجاي، على كل حال منبلغك قبل بوقت. ورح يجي معازيم من طرف العروس؟ لك فصاعة، شو تفكيرك متخلف ومعد؟ ولك حبيبي بالغرب ما بيدققوا على هيك شغلات، اجنبيه هي اجنبيه، بقى شو ما داعي من طرفنا وما داعي من طرفه؟ شو وين عايش انت؟ طول بالك علي، كمان في نقود ولا ما في؟ والله يلي بيحب يجيب كادو صغير ما رح نقول له لا، الشغله مبادره فرديه بحته. بدك الصراحه ابو الخيل، انت غربي بشغلات وشرقي بشغلات، يعني على هوا السوق بتسوق. ومنين استنتجت هالاستنتاج؟ اخي انت بالذات ما بدنا منك هديه، مسامح. بس وينها؟ مو لسواد عيونك عم قلك هالحكي؟ من شان شو لك؟ بس لأنك عرفتني على كوندليزا. صباح الخير كوندليزا. صباح النور. إمتى فقتي؟ أنا فقت بكير مشان أعمل قهوة. إيه شو علي؟ مو غلط. شو وين قهوتي؟ ليش بدك قهوه؟ طبعا بدي، شو ناقصني حتى ما اشرب قهوه حبيبتي؟ اصبح روح جيب فنجان وصب لحالك قبل ما تبرد دولي. انا بدي جيب فنجان؟ يس واي نوت. ايوه الحق معك، واي نوت. Oh no, impossible! I can't believe. لك شو بكي كوندليزا؟ شو صار لي؟ أنت بتعرف شو عملت يا مجنون؟ شو عملت يعني؟ قطعت الإشارة وهي حمراء. بس هاي مخالفة. لا تخافي، ما كان في بوليس واقف. بعدين الطريق فاضي. صحيح ما في بوليس، بس لازم يكون في ضمير. ببلادنا نحنا ما في هالشيء أبداً. الضمير فوق كل شيء. شو قصدك؟ يعني أنا ما عندي ضمير؟ خليل. انت عملت جريمة بحق النظام والمجتمع. انا عملت جريمة؟ خليل انت لازم تسلم نفسك فورا. سلم نفسي؟ لمين بقى؟ للشرطة، للبوليس. ليش شو عملت حتى سلم نفسي للبوليس؟ قتلت قتيل لا سمح الله؟ ليش بس الجريمة بالقتل؟ مخالفة النظام تعتبر جريمة بحق القانون شو ما كانت هي المخالفة. وتصرفك هاد بدل على انك بيرسون متخلف ومستهتر وهمشي. ببلادنا نحنا ما في هالشي ابدا. لا خلص بقى كوندليزا، حاجة بقى فرطية. شو هاي فرطية كمان؟ يعني طنشي. شو يعني طنشي؟ يعني سكري على هالموضوع، وما في داعي نعمل صرعة مشان اشارة قطعناها. شوف خليل، يا اما بتسلم نفسك وبتقترف فورا، يا اما ما رح تشوف شي مرة تانية. شي اما هاي سمعة، معقول؟ جد انت عم تحكي كوندليزا؟ وقف وقف، نزلني هون لو سمحت. هون بدك تنزلي؟ ايه هون، عم لك وقف احسن ما افتح الباب وانزل دغري هون. خلاص خلاص ولا يهمك، وهي وقفت يا ستي. ها شوف خليل، اذا ما رحت وسلمت نفسك للبوليس فورا لا ترجع على البيت. شو أمرت أخي؟
جاي اسلم حالي. سلم حالك؟ ليش انت عامل شي جريمه؟ لا ابدا. الك اسم عنا؟ لا ما في شي من هذا. جاي لعنا مشان تعترف بشي؟ اي نعم. اعطيني هويتك لو سمحت. تفضل سيدي، هاي الهويه. ايه قل لي يا خليل، انت شو عامل؟ الحقيقه يا سيدي انا ارتكبت جريمه كبيره بحق النظام والمجتمع. يا ساتر يا رب، احكي بسرعه يا اخ الله يرضى عليك، شو عامل انت؟ بصراحه خالفت الاشاره. نعم خالفت الإشارة؟ كانت الإشارة حمراء وكنت واقف بسيارتي، وفجأة وما بعرف شلون استيقظت عندي نوازع الشر، وقررت إرمي بكل الأنظمة والقوانين ورا ظهري ومشيت بالسيارة والإشارة لساتها حمراء. لك شو جاي عم تسلبها علينا أنت؟ لا ولو يا سيدي، محشوهم ليش لحتى أسلبها؟ عم تحكي جد؟ طبعا جد. خود خود هويتك وانصرف من هون قبل ما أحبسك بتهمة إزعاج السلطات. تفضل ولا ترجيني وشك مرة تانية، تفضل لبرا. يعني ما رح تخالفوني؟ قلت لك روح من هون وخلصنا، مالي فاضيلك العب على الخيلة. مثل ما بدك، أنا عملت اللي علي وريحت ضميري عن إذنك. نعم شو هالناس هاي؟ هذا اللي كان ناقص والله. يلا يلا خليل يلا دخلنا. يلا جاهز. ليش القطاط هلا؟ هلا وقت القطاط. هاتيها لشوف، هاتيها. روحي بيك بس بس يلعن يلي. روح. نو 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 امبوسيبل. وليش بقى؟ انت متخلف خليل، انت همجي. انا همجي؟ ليش هيك عم تقولي؟ انت شلون بتعمل هيك؟ هي مخلوق ضعيف وله حقوق، ما لازم ابدا نعاملها بقسوه. ببلدنا احنا ما في هيك شيء ابدا. لك يا عيني يا كونداليزا، القطاط اللي عنا غير القطاط اللي عندكم. القطاط العربيات جقرين كتير، عينهم قوية وبيطلسوا وما بيتحركوا من محلهم، لذلك الأولاد بيحاجرون. وما في قطة بالشارع سليمة 100%، بتلاقي الوحدة منهم يا محروق دنبة، يا مشرومة شفتها، يا مقطوعة إدنا. بقى إذا عطيتيهم وش بينجلقوا. خليل أنت لازم تسلم حالك فورا. لمين بدي سلم حالي؟ للبوليس. للبوليس؟ ليش بتعرفي إذا رحت على المخفر وقلت لهم إني ضربت قطة شو بيعملوا فيني؟ شو بيعملوا يعني؟ بيحولوني على مستشفى المجانين فوراً. بقى أمشي خلصيني، أمشي كونداليزا، برمشاكن عند الصباح، عنا أشغال، الله يرضى عليكي. نو 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 نو، أنا قلبي كتير وجعني على القطة. صحيح أنت ما ضربتها بس عاملتها بعنف. معلش خليل أنا راجعة على البيت. لك وين رايحة والجماعة اللي وعدناهم؟ روح لحالك، أنا مستحيل روح مع واحد متوحش مثلك. يا لطيف يا لطيف، شو بتحب العنف؟ متوحش وبحب العنف؟ يا عم معقول؟ شو هالحكي اللي عم تحكي أنت؟ الله وكيلك صرصور بالبيت ما عم استرجي اقتل، نملة ما عم احسن ادعاس، ناموسة ما بقدر افعاس، ولك دبانة دبانة شو قيمة الدبانة؟ ما عم اقدر كش عن وشي. اوف 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 اوف، لك العمل هالدرجة؟ وأكتر بكتير. اسمع لقلك، تقطيع الشارع لازم يتم من ممر المشاة، الإشارة الحمراء ممنوع تجاوزها ولا بشكل، حيوان أليف ما بصير انعره أو أضربه وإلا بصير بنظرة عديم الضمير والحساسية، للزيارات كلها على المواعيد، شغل البيت بالنص بيني وبينها. قال شو؟ طالما أنا عم اشتغل وهي عم تشتغل معناها لازم نتقاسم شغل البيت سوا، وما حدا أحسن من حدا. عم قلك مخلوقة حساسة وعاطفية ونظامية من الطراز الأول، وروح قلبها المساواة. إيه معلش حبيبي، هاي ضريبة الحضارة، وطالما ستايلك غربي لازم تتعود على هيك نمط من الحياة. أصلا لما قلتلك اتجوز وحدة شرقية صرت تتفقس علي. صحيح، بس بتعرف يا ناصح، إذا الواحد فكر بها الأمور بشوية موضوعية وحياد بيكتشف بالنتيجة إنه كونداليزا معها حق. ها وشلون زبطت معك هاي؟ يعني شي حضاري كتير الواحد يحترم الأنظمة والقوانين بهالطريقة هاي، وسلوك كونداليزا بدل على وعي متقدم وتطور اجتماعي عالي جدا، والمفروض كل شعبنا يتصرف بهالطريقة. بس المصيبة إنه نحنا متعودين على هالشي. أنت اللي متعود، نحنا مانا مضطرين أبدا. يعني مثلا لما كونداليزا بتزعل وبتنقهر من قلبها لأنها شافت لحام لاحق كلب وعم يخلصوا من تمه شقفة اللحمة يلي خطف له إياها من دركانته، فعلى شو هالشي بدل برأيك؟ ما بعرف على شو بدل.
يا سيدي بدل على انها انسانه حساسه وراقيه وعندها شفافيه عاليه وفيض كبير من المشاعر الانسانيه الدفاقه. يا اخي شو بدنا بهالحكي؟ يعني ولو كنت مختلف انا وياها بالراي، بس بالغرب قطعوا اشواط كبيره بهالمضمار هاد. بجوز، بس مو بكل شيء. شو قصدك؟ يعني بيزعلوا على قطه عم تنضرب بالشارع، على كلب عم يضربوا صاحبه، بس ما بينهزلن جفن على صورة الدمار والخراب يلي عم نشوفها كل يوم. بأمانك شايف انه المعادلة ناقصة شوي. هو بهي معك حق، فعلا المعادلة ناقصة. ألو نعم. نعم نعم أنا خليل. نعم خليل أبو نعرة. مين؟ مخفر الشرطة؟ بدكن يعني فورا؟ خير إن شاء الله. لا بس شوفي شو هالحكي؟ بيتي انسرق؟ طيب جاي فورا مسافة الطريق. يا سيدي هالمبلغ اللي ببيتي مو ملكي، هدول رواتب موظفين شركة النفط وكلهم أجانب، بينخرب بيتي إذا ما رجعت المبلغ لأصحابه، هالمبلغ أماني عندي يا سيدي. الحقيقة يا سيد خليل حظك قوي كتير، لأنه قدرنا نكمش الفاعل بهالسرعة. طيب أنتو شلون عرفتوا؟ وكيف كمشتوا الفاعل فوراً؟ هدي حالك شوي يا أستاذ خليل، وأنا رح فهمك كل شيء. يلي انسرق لك من البيت كمية من الذهب ومبلغ كاش مليون دولار وشوية أغراض ثمينة، يعني مثل العادة ما خف حمله وغلي ثمنه. والفاعل طبعا كان ناوي يهرب برات البلد، بس لسوء حظه رجال المطار شكوا فيه، ولما فتشوا الشنطة لقوا معه كل الشغلات هي، وبنتيجة التحقيق اعترف بالسرقة وسلمنا المسؤولات. فعلا شغلة غريبة يا سيدي، مثل أفلام السينما بفرج كل. بس السؤال شلون فات على البيت مو بعز نهار كمان؟ شو هالجرأة هاي؟ إذا بتحب تسأل هالسؤال بنفسك أنا ما عندي مانع. يعني الحرامي موجود عندكم هلا؟ إي نعم، يا مساعد جميل دخل الحرامي. بعرفك على الحرامي اللي سرقك يا أستاذ خليل. كوندليزا؟